يتحد العالم في شهر أيلول سبتمبر من كل عام حاملاً رسائل حول مرض سرطان الأطفال لتكثيف حملات التوعية بإنهاء الضرر الناجم عن المعاناة منه يومياً، وشعاره لعام 2020 العلاج المسبق وانتقال الرعاية. يرمز لسرطان الأطفال بالشريط ذو اللون الذهبي، وتم اختيار هذا اللون باعتباره معدناً نفيساً وغالٍ ليعبر عن مدى أهمية علاج هذا المرض الخبيث. ويختلف هذا المرض بين الأطفال والبالغين بسرعة تطوره وتكاثره وانتشار خلاياه في الجسم. أكثر أنواع سرطانات الأطفال شيوعاً هو سرطان الدم لوكيميا، ويليه سرطان المخ. وخلال 40 سنة الماضية ارتفعت نسب الشفاء من هذه الخلايا الخبيثة بنسبة 10% لتصل في وقتنا الحاضر لحوالي 90%، وهذا بسبب تطور الطب الذي نشهده يومياً.